بيتابعوا قناتي لمسة من ايديكي من كل مكان. النهاردة ان شاء الله هنعمل زي ما احنا شايفين الفستق الكداب بطريقة سهلة جدا، مش هياخد معاكي دقيقتين ثلاثة. طبعا احنا عارفين ان احنا في رمضان، كل سنة وكل يا رب طيب، كل متابعين قناتي طيبين وبخير، وكل مصر وكل العالم كله طيب وبخير، وربنا يعيد علينا الايام ان شاء الله بالخير والبركة، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا عارفين ان احنا بنستخدمه كتير في رمضان في الحلويات، وبرده في غير رمضان لما بنعمل حلويات بنحتاج فيها فستق ومكسرات وكده، فهنعمله دلوقتي بطريقة وبامكانيات رخيصة جدا، مش مكلفة خالص، طريقة سهلة جدا، مش هتاخد معانا دقيقتين ثلاثة، وبجد الطعم بيبقى حلو خالص، وحتى اللون بيفرق في الحلويات وبيدي شكل حلو وبيدي لون جميل للحلويات بتاعتنا. طبعا مش مكلف خالص، احنا عارفين كيلو الفستق احنا بنشتريه دلوقتي بقت الاسعار يعني خيالية، ده مش هيكلفنا حاجة خالص، تقريبا هنعمل كمية حوالي نص كيلو، مش هتكلفنا 25 جنيه تقريبا يعني. طيب امكانيات بسيطة وبطريقة سهلة جدا وحلوة، فاتمنى انكم تتابعوا الفيديو علشان الخطوات مهمة بس في نفس الوقت سهلة، ما تقلقوش. بس اتمنى تنزلوا تعملوا لايك دلوقتي للفيديو قبل ما نبدأ، واتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسة من ايديك يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد بعمله، ويلا بينا نشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة بمنتهى السهولة. هنبدأ دلوقتي في عمل الفستق الكداب. معايا هنا في الطبق نص كيلو من السوداني المقشر، معايا هنا كمان لون الوان صحية اللون الاخضر اللي هيدينا لون الفستق بالظبط، معايا هنا برضو نكهة الفستق، اللون والنكهه دول انا بجيبهم من عند محل مستلزمات الحلويات بيبيعهم عندي، لو ما لقيتوش النكهه بتاعه الفستق هاتوا اللون بس هيدي برده نفس النتيجه الحلوه. اول حاجه هنبتدي نعملها هنحط السوداني في الكبه، مليت الكبه قوي علشان انا كده كده هضربهم على مرتين، بس قبل طبعا ما اضربهم انا هحط من اللون الاخضر ومن نكهة الفستق، هحط حوالي اهو معلقة صغيرة من نكهة الفستق، وممكن ازود شوية، هحط كمان من اللون الاخضر. طبعا انا بحط على حسب اللون اللي انا عايزاه، يعني انا ممكن ازود شوية وهضرب برضو هشوف لونه، اذا طلع مظبوط اوكي، طلع خفيف شوية انا هزود له من اللون الاخضر، مفيش مشكلة يعني. ماشي، انا هقفل دلوقتي الكبة وهضربهم، وبعدين هنرجع نشوف بعد الضرب والخطوة اللي بعد كده هنعمل فيه ايه. خلاص كده انا ضربت كل الكمية بتاعتي من السوداني، وبعد ما حطيت عليها الطعم الفستق واللون الاخضر كمان زي ما احنا شايفين اهي بقت شكلها عامل ازاي، بجد ما نفرقهاش خالص عن الفستق الحقيقي او الفستق اللي احنا بنشتريه. الخطوه اللي بعد كده بقى انا حطيته ليه في صينيه، ما حطيتوش اوريه لكم في طبق عشان في خطوه كمان هنعملها. طبعا لما حطينا اللون وحطينا الطعم دي سوائل فخليته طري، فالخطوه اللي بعد كده هنحط الصينيه دي في الفرن. بس هنعمل ايه؟ هنشغل الفرن على اعلى درجه عندنا لمده حوالي 10 دقائق، وبعدين بعد لما الفرن يسخن كويس قوي معانا هنطفي الفرن، مش هنسيبه مولع ضروري يعني، خلوا بالكم طفوا الفرن. وبعد ما تطفوا الفرن هنروح محط هنحط يعني الصينيه دي اللي فيها الفستق الكداب علشان الرطوبه اللي فيه والسوائل اللي احنا حطيناها تروح وينشف كده. وبعد 5 دقائق، اول ما بنحطه بعد 5 دقائق بنبتدي نقلب فيه، وبعد كده بنشيله من الفرن نقلب فيه تقلبتين ونسيبه بره كده على الرخامه علشان يتهوى ويبرد، ونبتدي نشتغل بيه كل الحلويات اللي احنا هنعملها في رمضان وغير رمضان ان شاء الله. فهبتدي هحطه دلوقتي في الفرن وبعد كده هوريه لكم بعد لما اطلعه. خلاص انا كده طلعت الفستق بتاعنا من الفرن زي ما قلت لكم، قعد 5 دقائق وقعدت اقلب فيه كده، وهسيبه دلوقتي على الرخامه لغايه لما يبرد خالص، وبعد كده هشيله بقى في كيس واحطه في التلاجة لما عاوز استعمله بستعمله، او
زي ما انتوا بتحبوا تشيلوه، بس انا بصراحة دايما بشيله في التلاجة عشان لو قعد معايا فترة ما يحصلوش حاجة. كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، وزي ما انتوا شايفين الطريقة كانت سهلة جدا. اتمنى بقى اللي ما اشتركش في قناتي لمسة من ايديك ينزل يعمل اشتراك ويتابع كل وصفاتي اللي في القناة. اتمنى كمان تعملوا لايك للفيديو وشير علشان اكبر عدد ممكن يشوف الفيديو ويشوف كل الفيديوهات. واستنوني في وصفة جديدة. وباي باي.